بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر الصديقة، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي أن أنا أرحب بك صديق عزيز وأخ عزيز فخامة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وأرحب بيك وبالوفد المرافق ليك. واسمح لي ايضا ان انا اسجل لك في ان احنا العلاقات المصريه المجريه النهارده بقى لها اكتر من تقريبا 95 سنه، ولكن شهدت العلاقات دي دفعه كبيره جدا خلال الفتره اللي دولتك كان موجود فيها على راس الحكم في المجر. واسمح لي اقول لك ان احنا ايضا من 7 سنوات في زيارتك لينا لمصر كانت بتمثل دعم حقيقي وفهم حقيقي للاوضاع في منطقتنا. والدعم ده مش بس كان من خلال الزياره او حتى التعاون، ولكن ايضا من خلال احنا كنا لينا صوت في الاتحاد الاوروبي. كان الصوت ده هي دوله المجر بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر. فأنا أقدر هذا الأمر لكم وأعتز به باسمي وباسم كل المصريين. واسمح لي أقول لك إن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى به في عالمنا الذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة. وسبب تميز هذه العلاقات في تقديري هو توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين، فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية. وهي الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم. السيدات والسادة، لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجري على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة الماء والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين. وأكدنا أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. تناولت مباحثاتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم. هنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنوياً اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024. كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة في المجر.